يسعد صباحكم مشاهدينا، وصفتنا لليوم كريب بسبانخ. تابعوا. أكيد يسعد صباحكم طبعا مشاهدينا، ويسعد صباحكم نسيم واعتدال. حنبدو في مقادير وصفتنا لليوم، حتكون كريب بالسبانخ. حنشوف مقادير العجينة هي الأولى. حنستخدم كوبين حليب، ضحيتين، عندنا ملعقتين زيت أو زبدة أو سمن على حسب الرغبة، دقيقة على حسب الحاجة. هذه مقادير العجينة. بالنسبة للحشوة حنستخدم بصل يكون مفروم ناعم، سبانخ فريش طبعا، فطر فريش، جبنة موزاريلا، تومة وكمية من اللوز الخزيني. حنستخدم برضه صوص البشاميل، حكينا عليه وحضرناه أكثر من مرة من قبل. بالنسبة للتوابل عندنا ملح وفلفل أسود وجوز الطيب. هذه مقادير وصفتنا، أكيد كيفية التحضير خلال حلقتنا لليوم. بس مش تو، زي العادة حنرجع لاعتدال ونسيم، خلونا نستكمل باقي فقرات. أكيد شكرا لك اعتدال، زي ما عودناكم مع إكرام في المطبخ. صباح الخير إكرام. صباح الورد نسيم. أكيد طبعا شفنا بكري مقادير وصفتنا لليوم، وزي العادة احنا بدنا بتحضير الوصفة متاعنا. أول حاجة اللي هي تاخذ منا شوية وقت أو شغل، حنشتغلوا الورق متاع الكريب هو الأول، وبعدين نبدأ نحضره في الحشوة، لأن الحشوة سهلة ما تاخذش وقت كبير. خلينا ناخذ الصينية، هذه هي الأولى. في خطوة أنا درتها قبل ما تجيني طبعا نسيم، اللي هي انا حضرت صوص البشاميل. لانه مش بياخذش مني وقت بعدين، فحضرته هو الاول. خلينا ناخذ مضرب. احنا طبعا شايفين اكثر من مره طريقه تحضير الصوص، حنعودها بشكل سريع. حناخذ كشيكين زبده، سمن او زيت على حسب الرغبه، بس انا استخدمت زبده. حنحط شويه طبعا دحي وملح وشويه فلفل اسود. ندوبه على النار مع كشيكين دقيق، ونحركهم على النار لين طبعا تذوب الزبده ويتجانس الخليط مع بعض. بعدين نضيف كميه الحليب تدريجيا، حوالي 700 مل، يعني اقل من لتر حليب. نبدا نضيف تدريجيا بشويه ونحرك لين يتماسك معي صوص البشاميل. ضفت له شويه من الملح وشويه فلفل اسود وجوز الطيب. هادو كشيكين طبعا زبده او سمن او زيت في العجينه على حسب الرغبه، انا درت زبده، بالإضافة إلى طبعاً كوبين حليب. هذه كريمة شنو؟ هذه العجينة متاع الكريب اللي حنحضروا بها الكريب متاعنا. أيوة، وهناك قبلها كنت نحكي على صوص البشاميل بشكل سريع. ونحط الصفار عادي معها ولا؟ إيه، ضحيتين كاملات. ضحيتين كاملات. حطيت ملعقتين زبدة، بس تكون يعني دايبة، ما تكونش متماسكة، أو زيت أو سمن على حسب الرغبة. بس المهم لو زيت لو سمن أو زبدة ندوبهم شوية على النار ونكيلوا مثلاً عيار كشيكين. حنستخدم كوبين حليب. طبعا نعرف ان الكوب الحليب تقريبا عندنا 250 ملي. ممكن نستخدموا اكواب عاديه يعني موجوده عندنا في الحوش، بس ديما نقول يعني نفس الحاجه نعايروا بها، بس نحن حنعايروا به الحليب بس، مش حنعايروا به شيء ثاني، بس مش اكثر من كوبين حليب. بالنسبه للدقيق طبعا حيكون على حسب الحاجه، يعني حتكون العجينه ما هيش عجينه متماسكه وما هيش خفيفه هلبه، بحيث لما نحطها على النار تتماسك معي، تكون معي ورقة الكريب بكل سهولة. أنا تقريبا محضرين قبل مرة أو مرتين، مش متفكرة كم مرة، بس أعتقد إن إحنا اللي قاعدة فكرتها مرة بتاع رمضان. نحن درناها بحشوة الدجاج وجبنة. إيه، نتفكر إن أنا شفت. لكن قبلها مش متفكرة إذا كان حضرنا عجينة الكريب من قبل أو لا. في اسئله جتني نسيم على موضوع ان العجينه هل فيها اختلاف بتاع كريب الحار او الكريب الحلو؟ كنت بنساله لك انا طبعا. حسيت انه عندك سؤال. ايه، كنت بنسالك بين الكريب الحار والكريب الحلو، اعتقد في سكر وملح صح؟ ايه، هذا الفرق الوحيد. هذا الفرق الوحيد. بالنسبه للباقي المكونات عاديه جدا، حتكون نفس المكونات. بس في حاجه بالمطبخ ممتازه. بس في حاجه نسيم، انه لو الكريب الحار الحلو ما نديرولوش سمن، يا زبده يا زيت. بس ما نديرولوش سمن. شنو الفرق يعني؟ اول حاجه يعني في طعمه الحاجه الحلوه نسيم، يعني تحس ان السمن ما يمشي، يعني تكون طعمتها ماهيش حلوه. فنحاولوا يندروا الزبده يا زيت، لانه ما فيهاش طعمه قويه زي السمن. بس هذا هو الاختلاف. ما نديروش طبعا ملح وفلفل اسود، ما نديروش، نديروا فيه فانيليا. كذلك زي ما قلت انت، مثلا فكره الملح هي تكون طبعا تقريبا عندي ملعقه او ملعقتين سكر، ما نكتروش طبعا كميه السكر حتى هي هلبه. بس هو في العاده السكر يديروا فيه حتى للحاجات الحاره، يعني مش
باش يغير ويعطي طعم وكذا. هو شوف الحاجات الحاره مش 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 في كل شيء، فنوعا ما في انواع العجينه صح يندار سكر، بس احيانا اللي تكون فيها كميه خميره، الفكره فيها ان الخميره تتغذى على السكر، يعني باش تعطي مفعولها فلازم تكون في نسبه فتكون لازم تكون في نسبه سكر، هذه هي الفكره في وجود السكر احيانا، او حتى في احيانا في الحاجات اللي زي ما قلت لك اياها، انت حكيت لي تقريبا سالتني فتره فاتت على خاطر الطماطم، انه هو حس انه هو يعطي ديما حموده بدل ما نستخدم طماطم اخضر وطماطم حكه، فقلت لك ممكن نكسر الحموده هذه بشويه سكر يعني. احيانا نستخدم سكر حتى في والملح العكس، يعني الملح ممكن نستخدمه في الحاجات الحلوه. انا احيانا في الكيكه عندي ديما رشه ملح، هذه تعطيني تركيز لطعمه السكر، يعني تحاول انها تضبط لي الطعمه. ممكن في ناس الحاجات هذه راهو مش مركزه فيها، وممكن في ناس الحاجات تعتبر هذه تصنع في فارق مع علاقتك مع المطبخ، تحس ان احيانا تبدا تستطعم في حاجات، يعني ممكن شخص عادي يجي يقول لا ما يعطيكش المكونات، بس في ناس اللي لها قريبه شويه علاقتها بالمطبخ ممكن من اول مره يذوق يعطيك حتى التوابل اللي ممكن انت مستخدمتها يعني. فهذه الموضوع هذا كويس. يعني انا حنزيد شويه دقيق عموما، ما نفوتوش يعني ما نوصلش لكوب ونص دقيق يعني. طيب بعد ما تتمي مرحله ال حنحط عليه النار، فكرتني نسيم طبعا خلينا نشغل الغاز، حنستخدم طاوة تكون طبعا تيفال يعني ما تلصقوش معانا، ما نديرولهاش اضافات لا زيت ولا زبده ولا اي حاجه، بس المهم تكون طاوة كويسه يعني ما تلصقوش معانا تيفال او شيء. طيب الكريم حينحط فوق صوص البشاميل، حيكون تحت طبعا، من تحت حيكون كطبقه مبدئيه في الاول بكر في الطاجين، وبعدين حنلف طبعا الكريم بعد ما نحشيه نلف ونحط نحط عليه شويه صوص بشاميل وجبنه. يعني مش حيكون في الحشوه، حيكون الحشوه شو حتكون اليوم؟ الحشوه حتكون طبعا عباره عن سبانخ، انا واخده كميه تقريبا ربطتين، حطيتهم على النار وصفيتهم من الميه كويس. حنخلطها مع كميه من البصل تقريبا بصلتين متوسطات يكونوا مفرومين ناعم، مع شويه فطر، ممكن نستخدموا الفطر المعلب لو مش معندناش. شو قصتك مع الفطر يومين؟ طيب واللوز هذا شو؟ اللوز هو اللي مكون، ممكن في ناس تقول شنو الخلطه الغريبه هذه مستعمطه يعني في انا اللوز الخزاني دكتور في السلاطه، لا حطوك اليوم حطه في الكريم. اي حلو. طيب قولي لي السبانخ شنو درتي لهم لما صفيتيهم؟ هل حطيتي ملح زيت حاجه؟ ما درتش ولا اي حاجه، حطيتهم مجرد اني حطيت على النار خليتها هو ينزل الميه نتاعها، ما نضيفلاش لا ملح ولا 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 فلفل اكحل ولا شيء، لان بعدين حنضيف له يعني، بعدين حندير الحشوه ميكس يعني ما بين البصل، واللي حنحط شويه البصل على النار، حنحط الفطر، بعدين اخر حاجه حنحط السبانخ عليهم، بحيث نشيني السبانخ تاخذ نكهه البصل والتوابل. الملح مش حنضيف كميه كبيره، نعرف بصفه عامه ان اي حاجه خضراء سواء كان بناخ او سلق او فيها كميه حديد هلبه فيها نسبه املاح زياده طبعا، فما نكتروش كميه الملح هلبه، نحاول احنا نديروا رشه بسيطه بس. وهل حتحطي بعدين اللوز معاهم مع بعض كلهم ولا بعد ما نحطها على بعد ما نحطها على النار؟ طبعا كلها بعد ما نحولها على النار نصب عليها اللوز ونبدا نلف نحشي بها في الكريم بتاعي. طبعا حسنا ان الطاوة تسخن شويه معي، هنحركوا البشاميل ممكن هو يكون بس عادي يعني، كل شوية شوية احنا نحركه باش ما يجمدش معانا، قوامه يكون شوية مش زي القوام العادي، يكون سايل شوية، نبونه هو يكون متماسك شوية، علاش؟ لأن الورق نتاعنا يعني ما نبيش ينبل يعني لما يبدا خفيف تحس أن ورق الكريب يعني. طيب شو فايدة الكريم البشاميل على الكريب؟ هل الكريب بروحه ما يطيبش مثلا؟ لا لا هو يطيب، بس كفكرة نحن بنحطوه في طاجين، ممكن نديروها فكرة ثانية، أحيانا ندير فيه مش ملفوف، ناخذ ورق نفرشه في الطاجين زي طاجين، ايوه فكره الطاجين، فخلي ممكن ان الكريب يتماسك اكثر، يعطيني حتى نكهه حلوه للكريب نتاعي. فموضوع صوص البشاميل هذا حاجه اساسيه يعني ما نقولش نستغنى عنها نسيب. كويس. انت شكلك دبي تلغي. لا قاعد انا مفكر يعني، هو الكريب بروحه معروف، في اللي يقول لك كنزوني. لا شوف مش عارف، ممكن في اختلاف الاسماء، لكن كنزوني اختلاف شويه. هو عباره عن حتى هو ورق، بس مجمل لو احنا نجي نشوفوا اللي ينباع في السوق هو يعتبر قريب من المكرونه، حتكون حجمها كبير، ممكن احنا نحشوها في احيانا طبعا في الوصفات الايطاليه يحشوها هي نيه، ما يحشوش فيها وهي مسلوقه، بس انا نفضل اني نسلقها احسن، او اني مثلا لو نحشاها هي نيه ندير لها صوص يكون فيه شويه ميه، يعني بحيث انها تكون كميه الطماطم فيه كويسه، او اني مثلا زي مثلا اليوم في وصفه حتى هي تكون فيها
السبناخ بس تكون فيها صوص كريمه، بحيث ان شني الصوص هذا يخلي لي المكرونه بتاعي او الكانلوني بتاعي ان هو يطيب بسهوله في الكوشه، لان هي ما تطيبش على الغاز زي ما معروفه. بس احنا طبعا في 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 بدائل لها، احنا نحضروا فيها عن طريق الزيته وزيت فكره الكريب. أي. العجينه ما تختلفش هلبة على عجينه الكريب، بس يكون ارق شويه، يكون ممكن في الحجم اصغر، حتى هو حاجه بسيطه، في اختلافات يعني بسيطه. طبعا خلينا ننوه بس على موضوع الورق، نحن نقص شويه الغاز عليه، ما نقلبهاش على الجهه الثانيه، خليه بس اول ما نحس ان الورقه تجف وتتحمر من تحت نحولها ونبدا ولا. لا ما نقلبهاش، لا ما نقلبهاش، ما نقلبهاش، تحمر من جهه واحده بس، ونبدا نكمل المقدار بالشكل هدايا. اكيد طبعا نسيم ومشاهدينا، خلوا نسيم يستكمل باقي الفقرات. لا والله لا. مشكور اكيد اكرام، ولن اعود اليك باذن الله. اذا مشاهدينا حنمشوا فاصل قصير وانتم لن عوده. شكرا لك نسيم. الان مشاهدينا جانا مع بعض لمطبخ يوم جديد، ونشوفوا وصفه شيف اكرام وين وصلت. صباح الخير اكرام. صباح الورد اعتدال، واكيد طبعا حنستكملوا باقي تحضير وصفتنا لليوم. بكري شفنا كيفيه التحضير مع ورق الكريب، حكينا بطريقه مختصره عن احنا كيف نحضروا الحشوه. خليني بس نوريها لكم. طريقه تحضيرها سهله جدا، قلنا حنحطوا كميه بصل، شويه زيت، شويه بصل، شويه ثوم، وحطيت عليهم السمنخ طبعا رمتها قبل بوقت وصفيتها من الميه بحيث انها تكون شي كميه الميه، لاني مستخدمه فتره فريش فحطيتها انها تطيب على النار مع الزيت والبصل. بس لو مش متوفر معانا نقدر نستخدم الفطر المعلب عادي جدا، موجود في السوبر ماركت، بس نصفوه كويس من الميه بتاعها، وبعدين نضيف عليه اخر حاجه السبناخ، ونخليها طبعا زي ما تشوف فيها ما فيهاش كميه ميه نهائيا. ضفت شويه من اللوز الخزيني طبعا بعد ما حولتها من على النار. حنبدا نحشي في الورق بتاعي. اخذت الطاجين حطيت فيه شويه زيت، الطبق الاول حنحط شويه بشاميل من الصوص اللي حضرناه، ونبدا نحط في الحشوه بتاعي. وقت اللي احنا نبدو نخدمه في الورق، يا ريت نحاول احنا نقعد نغطوه يعني بفوطه وبحاجه بحيث انه ما يجفش وما يبسش معي، ونقدر ان نلفها بشكل سريع لان الورقه بتكون سمكها رقيق. يعني حنضيف لها شويه جبنه، حنتني من الاطراف ونلف. طبعا نكون مسخنين اكيد الكوشه مشاهدينا طبعا ومعنا اعتدال، ولعتها الكوشه عليه اعلى درجه، ما ياخذش وقت كبير لانها كلها طايب، الورق جاهز والحشوه حتى هي طايبه، فممكن احنا بس يتحمر معنا صوص البشاميل وتذوب الجبن. نحاول في نفس الوقت ما نعبيش الحشوه هلبا، لان شوي سبناخ دسم يعني مع وجود طبعا الفطر وكذلك اللوز، فنحاول احنا ما نحطوش بكميه كبيره في الحشوه. هذا طبعا انا بدي نفس اجوانتي ما عرفتش تشتغل كويس. طيب ممكن هي سهله برضه لربات البيوت ان هي تستعمل الكريب، مش بس حلو برضه حتى حار وما ياخذش منها وقت يعني، وحتى الحشوه تكون مختلفه شويه نوعا ما يعني، غير ممكن في ناس تدير فيه باللحم، في ناس احنا درناه تقريبا مره بالدجاج قبل هيك، ف يعني نوعا ما ممكن في ناس ما تاكلش في اللحم، في ناس ما تاكلش في الدجاج اصلا، فممكن احنا زي اليوم فكره الحشوه ما تكونش فيها لا لحم ولا دجاج، بس يعني ما ننسوش انها ليها قيمه غذائيه كويسه يعني، بحيث ان السبانخ في كميه من الحديد، دخلنا شويه من الفطر حتى هو، عندنا كميه من الجبنه، حيكون دسم شويه نوعا ما، اصلا هو الكريب بصفه عامه لان حاجه تعجينه فتكون ديما شويه دسمه، بس الحشوه احنا نتحكموا فيها، او ممكن مش بشرط ان نديروه بحاجه واحده.
طبعا الناس اللي تحب السبانخ ويفضل ممكن في ناس تدور في بالها انا ممكن يستبدلوا بالسلق مثلا اقرب حاجه يكون ممكن سبانخ مش متوفر في السوق. طبعا نهائيا نستبعدوا السلق لان طعمته مش زي طعم السبانخ يعني مش حيكون طعمته حلوه فنحاول نحن ناخذه حتى اللي يكون اعتقد اعتدال ينباع حتى في السوبر ماركت في المجمد يكون معلق بالسبانخ ممكن طلعوه من الفريز قبل بوقت بحيث انه يدوب الثلج نهائيا نصفيه من الميه كويس ونحطه على النار تنزل ميته وتتصفى. ممكن احنا نستخدموه كبديل لانه هو لو مش موجود عندنا السبانخ يكون فريش او طازه في المحلات. طبعا هنحط في الاخير طبقه بشاميل وبعدين نحط عليها جبنه وندخلها الكوشه حوالي 10 دقائق ربع ساعه بحيث انه يتحمر الصوص نتاع البشاميل نتاعي والجبنه ونطلعها ما تاخذش وقت كبير في الكوشه لان كلها طايبه اوريدي هي بس فكره ان احنا يعني يكون الجبنه تدوب وبرضه البشاميل شويه ياخذ تحميره. ايوه ما فيهاش حاجه يعني تستحق احنا نخلوها في الكوشه هل طالما اصلا حتى احنا مولعينها قبلها بوقت يعني هذه اخر واحده والمقدار عموما كويس ممتاز يعني يعطيني عدد كويس من الورق. ممكن حتى لو نديروه اعتدال في يعني درته شويه كبير اليوم بحيث انه هو يسهل يبدا سهل عليا في اللفان ممكن نديروا حجم الورقه يكون اصغر شويه عادي جدا يعني ممكن يكون اصغر من هيك يعطيني المقدار كميه كويسه. حنحط الصوص خلينا طبعا حكينا بكرة على تحضير البشاميل محضرينه اكثر من مره رجعت حكيت عليه بطريقه سريعه جدا كيف نحضروه. في ناس قاعده تتخاف من هي ما تديرش البشاميل في الحوش اعتدال يخافوا يقول لا ممكن ما يزبطش معانا وهيك سهل بالعكس ما ياخذش وقت كبير هي عباره عن زبده ندوبوها على النار معها كميه من الدقيق بعدين نصب عليها الحليب تدريجيا بشوي بشوي ما نصبش بالهلبه يعني مره واحده بحيث انه نوصل للقوام اللي نبيه يعني احيانا نحتاج يكون سايل شويه احيانا نحتاج يكون زي مثلا زي اليوم يعتبر قوامه شويه ماهوش سايل يعني ايوه فعلى حسب الرغبه. حنحط طبعا شويه من الجبنه عفوا وبعدين زي ما قلنا حندخلوه لل الكوشة. مش حنزيدوا هلبة بشاميل هنحط شوية جبنة بس نوع الجبنة المستخدمة موزاريلا يقدروا يستخدموا أي نوع متوفر عندنا ممكن يكون شدر أو نحاول نوزع الجبنه كويس باش يتحمر معانا الورقه لان احنا الورق الكريب عاده ما يكونش متحمر هلبه فنبو الطاجين بتاعنا يكون لونه كويس فنحاول نوزع الجبنه كويس على طبقه البشاميل لان الجبنه هي لما تدوب حتعطيني لون لل طبعا حندخله اكيد اعتدال ومشاهدين حندخلوه للكوشه 15 دقيقه 10 دقائق وبعدين اكيد حتقدروا تشوفوا في الشكل النهائي في نهايه الحلقه. اكيد شكرا لك اكرام والان مشاهدينا حنمشوا مع بعض لفاصل ومن بعد نرجع نكملوا باقي حلقتنا. اهلا بكم طبعا مشاهدينا من جديد شفنا بكري كيفيه تحضير وصفتنا لليوم انا حايسه شويه بس قاعده نحاول ان حاولت قطعه نحاول ان افتحها ونزينها تزيين بسيط على الهواء. طبعا بالاضافه نحن حنذكروا بالمقادير بس خلينا نكمل اللي في ايدي وحنذكركم بالمقادير اكيد بس خلينا نحاول نحن نفتحه واحده بسم الله تمام. هذا الشكل طبعا النهائي لوصفتنا لليوم ولو انه طبعا التزيين كان بشكل سريع بس
خلينا بس نذكروا بالمقادير. اكيد مشاهدينا وصفتنا لليوم كانت الكريب بالسبناخ. بالنسبه لمقادير الوصفه بتاعنا، مقادير العجينه الكريب استخدمنا كوبين حليب، عندنا دحيتين، ملعقتين زيت او زبده او سمن على حسب الرغبه، دقيق على حسب الحاجه. بالنسبه للحشوه استخدمنا كميه من البصل، حوالي بصلتين متوسطات، مفرومات ناعمات، سبناخ، فطر، جبنه موزاريلا، تومه، واستخدمنا لوز خزايني. وبالنسبه لصوص البشاميل حكينا على كيفيه تحضيره. بالنسبه للتوابل استخدمنا شوية ملح، فلفل أسود، وجوز الطيب. أكيد تقدروا تتابعوا فقرتنا أو حلقتنا لي اليوم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج يوم جديد، وكذلك على قناتنا على اليوتيوب زي ما عودناكم طبعا مشاهدينا. أكيد طبعا مني أنا، نشوفكم غدوة في حلقة جديدة في وصفة جديدة، وحنرجع لاعتدال.